السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة موضوعنا ظريف جدا، موضوع فلكي بيتكلم عن معلومات هنقول عن تمدد الفضاء ومفهوم الآفاق. هنتكلم عن مصطلح تمدد الفضاء ومفهوم الآفاق، حاجات فلكية جميلة جدا جدا جدا، لازم نبقى عارفينها ونستفيد منها ونحطها في منهجنا وفي ثقافتنا ونتعلم. حد ممكن يطلع يتريق دلوقتي يقول لك يا عمي هو احنا هنعمل فيها ناسا، شركة ناسا. طبعا شركة ناسا شركة معروفة جدا جدا في الفلك والفضاء، شركة أمريكية كبيرة جدا جدا معروفة. أنا برد أقول ليه لأ، ليه ما نبقاش زي شركة ناسا؟ ليه ما يبقاش؟ أنا مؤمن بقدراتنا وإن عندنا ناس كتير جدا ما شاء الله عليها عطاءة ومثقفة ومتعلمة ومتنورة وعندها القدرة وعندها الطاقة. ليه ما نحطهاش في معلومات وفي حاجات مفيدة نفيد بيها الكون ونفيد بيها المجتمع وتكون في ميزان حسناتنا يوم القيامة وفي الدنيا وفي الآخرة، عمل صالح لينا بإذن الله. طيب ندخل في موضوع تمدد الفضاء ومفهوم الآفاق. النسبية العامة الزمكان، الزمكان ديت يعني الزمان والمكان، تمام؟ كلمة الزمكان الزمان والمكان، وفق نظام متري يمكن من خلاله تحديد المسافات التي تفصل ايه بين اي نقطة عن نقطة قريبة. عايزك تركز معايا تمام، وما تركزش قوي يعني عشان ممكن يكون في معلومات دسمة شوية عشان ما تتعبش. انا عايزك بس تعرف تاخد جولة معايا كده سريعة ايه في الفضاء وفي الفلك، تمام؟ زي ما قلت لكم التمدد الفضاء هو عبارة عن تمدد الفضاء ده بيصف النسبية العامة، نسبية حصلت في زمان ومكان معين وفقا لنظام متري يمكن من خلاله ايه تحديد المسافات التي تفصل اي نقطة عن نقطة قريبة. لما حصل تمدد عرفنا ازاي نقيس بين نقطة ونقطة. لما حصل تمدد في الفضاء الدنيا اتغيرت بعد الانفجار العظيم اتكلمت عليه قبل كده وهتكلم عليه تاني وتالت بإذن الله. العالم كله بيتكلم عليه لغاية النهاردة، وفي مؤتمرات فلكية ومؤتمرات علمية. فلازم ننور نفسنا كده بنور المعرفة وبنور العلم اللي ايه قدرنا عليه ربنا عز وجل. طيب النقاط بتكون مجرات، النقاط اللي حصلت بعد الانفجار العظيم حصل تمدد زي ما قلت لكم، تمدد في الفضاء حصل تمدد في الفضاء، يعني اي نقطتين قريبة من بعض بعدت عن بعض. النقط دي قد تكون مجرات، تمام؟ والمجرات دي ليها تعريف هبقى اتكلم عليه في موضوع تاني ان شاء الله. مش المجرات ديت او النجوم او اشياء اخرى، المجرة ديت بيكون فيها ايه يعني عالم لوحده هتكلم عليه يعني. خلينا نبقى عارفين الاول ان النقط او حصل بعد ما حصل تمدد حصل في بعض النقاط، النقاط دي قد تكون يعني مش عارفين الكلام المكتوب قدامي والمعلومات اللي قدرنا الابحاث اللي انا قدرت ادور عليها عرفت ان المجرات دي ان النقط دي ممكن تكون مجرات ممكن تكون نجوم او اشياء اخرى. طبعا احنا عارفين الانسان طلع فوق وشاف حاجات كتير، بس فوق عالم كبير لا تتخيلوا قد ايه الكرة الارضية صغيرة بالنسبة للعالم الخارجي. اللهم عافنا واعف عنا يا رب. طيب وأزدنا يا رب من علمك وانفعنا بما علمتنا، اللهم آمين. طيب شوف بيقول لك ممكن النقط دي تبقى مجرات نجوم أو أشياء أخرى. طيب النقط دي نفسها يتم تحديدها باستخدام متعدد شعب أو شبكة تشمل كل الزمكان. طيب مفهوم الكلام ده، النقطة ديت النقطة دي نفسها بنحددها باستخدام ايه متعدد الشعب، تمام؟ ده برضه متعدد الشعب تعريف عشان كده متعلم عليه بلون هتكلم عليه في موضوع لوحده، لكن احنا خلينا نبقى عارفين ان تعدد النقط ديت اللي حصلت بعد التمدد، ماشي؟ طبعا الحاجات دي بترصدها بالتلسكوب وبكاميرات تصويرية بتبقى محطوطة فوق قمر صناعي زي اللي في الصورة كده اللي قدامنا، بترصد اللي حصل اللي بيحصل أول بأول. طيب طبعا على ايه على قدر جهد الانسان المحدود يعني. طيب النقط دي زي ما قلت لكم هي بيتم تحديدها عن طريق متعدد الشعب او شبكة تشمل كل الزمكان، شبكة معينة كده يعني مثلا مسافة معينة منطقة معينة في الفضاء بنحددها من متعدد شعب. ايه ده؟ دي الشعب اتغيرت اللي فوق او حصل تجمع تمدد الدنيا اتغيرت، تمام؟
وحصل ايه، بتشمل كل الزمكان في كل الزمان والمكان، الدنيا اتغيرت في كل الزمان والمكان الخارجي ده. ينص المبدأ الكوني ان هذا النظام المتري يجب ان يكون متجانس وموحد الخواص في المقاييس، تحتوي على مقياس ايه بيصف تغيير حجم الكون عبر الزمن، في مقياس معين. تمام، ثواني كده. ينص تاني، ينص المبدأ الكوني، ينص المبدأ الكوني في مبدأ خاص العلماء حاطينه، مبدأ كوني. تمام، بيقول ايه، ان النظام المتري دوت يجب ان يكون متجانس وموحد الخواص، لازم يكون متجانس وموحد الخواص، يعني خواص تكون واحدة، ولازم يكون متجانس في المقاييس ايه الكبيرة التي يمكن تمييزه باستخدام ايه احداثيات. هنا بقى بيرجع الموضوع كله الاحداثيات، ريسترون ووكر، دي احداثيات بتحتوي على مقاييس يصف تغيير حجم الكون عبر الزمن، عشان لما نيجي نسأل نفسنا انا اعرف ازاي الحاجات دي، ازاي احدد يعني ايه الدنيا اتغيرت، يعني ايه الدنيا بتتغير في الفضاء، يعني ايه حاجة اتغيرت بعد 20 سنة، بعد 30، بعد من 100 سنة قبل كده. في ارصاد يا حبيبي، في حاجة اسمها احداثيات ريستون ووكر، ماشي. الاحداثيات دي يا حبيبي عملت ايه، بتحدد لي ايه اللي بيحصل. تمام، من خلال نظريات معينة، من خلال فرضية معينة. تمام، قانون موحد. طيب زي ايه، النظام الاحداثي المناسب يدعي مسافة المسايرة، بيحدد لي النظام الاحداثي ده مسافة المسايرة، عرف لي المسافة بين النقط دي اللي اتكلمنا عليها في الاول، النقط اللي هي حصلت نتيجة لتمدد الفضاء. وفق هذا النظام الاحداثي ايه اللي بيحصل، تتمدد الشبكة بتمدد الكون، كل ما تمدد الكون تتمدد الشبكة، الزمكان اللي هو الزمان والمكان. تبقى الأجسام التي تتحرك بتمدد الكون في مواضع ثابتة على الشبكة، وتبقى مسافاتها الإحداثية. شوف بقى بيوريك ازاي بتشتغل الإحداثيات روستون ووكر ديت، وتبقى، وطبعا هتكلم عليها في موضوع تاني إن شاء الله. احنا بس ثقافتنا الفلكية، وأنا هتكلم عن نفسي بالتحديد، ثقافتي الفلكية يعني تكاد تكون صفر يعني. فأتمنى إن أنا إيه يعني أطورها معاكم كده، وأنا بستمتع جدا بموضوع الفلك ده، بقالي يعني يمكن 2 3 سنين بدأت أقرأ في هذا الموضوع بشكل تعمقي شوية، بتوسع غير المعلومات، لأن حسيت إن أنا ما عنديش معلومات. بعدين أجي أفتح التلفزيون وألاقي شركة ناسا، مش عارف شركة ناسا عملت إيه في الفضاء واكتشفت إيه، والناس دي بيفكر في إيه يا جماعة، الناس دي قاعدة بتشتغل في إيه بالظبط وبتعمل إيه، وإحنا فاكرين عندنا إن الشغل عندنا طب وهندسة ومحاسب ولغة عربية ودين وخلاص. لا يا جماعة، ده في عالم اسمه عالم الفضاء، في عالم كبير، ودول بتتنافس على تبادل المعلومات او الوصول للمعلومة الاول يعني. طيب نرجع لموضوعنا تاني اللي هو تمدد الفضاء. تمام، تبقى مسافتها الإحداثية مسافات المسيرة ثابتة في الوقت الذي تتزايد فيه المسافات الفعلية بين الأجسام طرديا بتمدد الكون، طرديا بتمدد الكون. في يحصل تمدد في نقطة، في حاجة بتفضل ثابتة وحاجة بتبعد، في نقطتين بتبعد. كل دي نظريات وحاجات لاحظوها ايه العلماء والمهندسين. الانفجار العظيم، انفجار للمادة يتحرك نحو الخارج لملء كون فارغ، حصل انفجار كبير لمادة بتتحرك نحو الخارج لملء كون فارغ. انفجار حصل في حتة أصلا فاضية فمالت، بعد ما حصل انفجار حصل اتمالت الحاجات دي بحاجات معينة، كواكب بقى، نجوم، مجرات، قول زي ما انت عايز، الموضوع ايه كبير. ولكن بمرور الوقت يتمدد الكون، لاحظنا ان بمرور الوقت الكون بيتمدد في كل اتجاه، وتتزايد المسافات الفعلية بين الأجسام المتحركة، وكأن لسه الانفجار العظيم ده أثره لغاية دلوقتي ما انتهاش. انفجار حصل وطلعت مجرات، طلعت نجوم، حصل حاجات، لكن بعد الانفجار العظيم ما زالت الأرض تتمدد مع الزمن، الكون ابتدى يتمدد، شيء عجيب سبحان الله. وتتزايد المسافات الفعلية بين الأجسام المتحركة، المسافات الفعلية بين الأجسام المتحركة، الأجسام المتحركة اللي عمالة تلف في الفضاء دي، كواكب بقى بتاع ديت، المسافات بتزيد
بينها مع مرور الزمن. نظرا لكون إحداثيات روبستون ووكر تفترض توزيعا منتظما للكتلة والطاقة، بس مش كده عشوائي، ده في بقى كتلة وطاقة، فإنها تنطبق فقط على القياسات الكبيرة، ولكن النطاقات المحدودة من المادة مثل مجرتنا المترابطة تجاذبيا، احنا في المجرة بتاعتنا مرتبطين بالفضاء بالتجاذب جاذبيا، عندنا قوة جاذبية، فلا تنطبق عليها نظرية التمدد. يعني احنا في المجرة بتاعتنا اللي من ضمنها الكرة الأرضية احنا ما بيحصلش عندنا تمدد، تخيلوا. دي على فكرة من نعمة، يعني دي نعمة كبيرة جدا جدا جدا، لأن يعني عارف يعني ايه تمدد، يعني هتحصل تغيرات أكيد كانت تبقى صعبة علينا قوي، واسع النطاق كما في الفضاء خارج ايه مجرتنا، ممكن ننام نصحى نلاقي نفسنا في حتة تانية، لكن احنا من كرم ربنا علينا ان ما عملناش تمدد، عملنا استقرار ليل نهار صيف شتاء، يعني مقدور على الوضع اللي احنا فيه في الكرة الأرضية، نعمة نحمد الله ونشكر الله عليها. الآفاق دلوقتي بقى خلصنا موضوع تمدد الايه تمدد الكون، نرجع للآفاق، ندخل في ايه الآفاق، ايه الآفاق الفضائية ديت. الآفاق الفضائية ديت أو الآفاق أو مصطلح الآفاق الفلكي دهوت من الخواص الهامة للزمكان الانفجار العظيم، الوقت للزمكان الانفجار العظيم، قلت يعني ايه الزمكان، من الخواص الآفاق دي تعتبر خاصية مهمة جدا جدا جدا، وهي وجود آفاق. بعد ما حصل الانفجار العظيم حصل تكون حاجة اسمها وجود آفاق. ايه الآفاق؟ نظرا لحقيقة أن الكون له عمر محدد، حقيقة أن الكون له عمر محدد يا جماعة، أن الضوء ينتقل بسرعة محددة، فقد تكون إيه هناك أحداث حدثت في الماضي لكن لم يتوفر لها الوقت ليتمكن ضوءها من الوصول إلينا، تمام. أي حدث بيحصل في الفضاء بينتج من خلاله ضوء، والضوء ده ممكن يوصل لنا وممكن ما يوصل لناش، مما جعل هناك حدا لأجسام، حدا إيه للمسافة الأفقية التي يمكن إيه رصدها. على العكس نظرا لتمدد الفضاء تبتعد الأجسام البعيدة بسرعة أكبر من أي وقت مضى، وقد لا يدرك الضوء المنبعث بواسطتنا اليوم أبدا الأجسام البعيدة للغاية، يعني لو الموضوع بعيد قوي مش هنعرف، مش هيحصل لنا ضوء، والضوء ده خلي بالك بنقيس بيه المسافة الأفقية ونقدر نرصد ونعرف إيه اللي بيحصل فوق، ده لو الضوء وصل لنا أساسا، لكن مع التمدد لو الحاجة بعدت عن مجرتنا مش هنقدر نعرف إيه اللي بيحصل. وهنا نقدر نقول ان فعلا نظرا لحقيقة ان الكون له عمر محدد، الكون ده ما اتخلقش كده، ما اتخلقناش عبثا ويفضل عايش، هتقول لا ده الكون ده اللي احنا فيه كلنا والمقرات والعالم الخارجي والداخلي ده كله، ليه كل حاجة ليها عمر معين ومحدد، طبعا ده بعلم الغيب يعني سبحان الله. ولكن نرجع تاني لموضوعنا الجميل، الآفاق. ايه الآفاق؟ قد لا يدرك الضوء المنبعث بواسطة اليوم أبدا الأجسام البعيدة للغاية، ما نقدرش نحدد المسافة بتاعتها عشان الضوء مش بيوصل لنا فمش نقدر نقيس، فبالتالي يمكن تعريف الأفق المستقبلي إيه بأنه أفق الذي يحدد الأحداث المستقبلية التي سنتمكن من التأثير فيها. طيب وجود أي نوع من الآفاق بيعتمد على تفاصيل نموذج إحداثيات روبستون ووكر الذي إيه بيصف كوننا. كمان فهمنا إن الكون انه بيعتمد على افتراضنا وجود افق قديم في العصور السحيقة، على الرغم من انه واقعيا نظرتنا ايضا انها محدودة لغموض الكون في لحظاته الاولى، يعني كل دي مجرد توقعات، ان كان في عصر سحيق فممكن تكون الدنيا كانت مختلفة فيه، كل اللي بيحدد الموضوع ده هو ووكر النظريات بتاعته المعتمدة على الإحداثيات اللي بتبين لنا، اللي بنقيس من خلالها الضوء اللي وصل لنا ايه اللي حصل قبل كده وبعد كده ونقدر نستكشف. وجود أفق قديم في العصور ايه السحيقة، على الرغم من أن واقعيا نظرتنا أيضا محدودة لغموض الكون في لحظاته الأولى، لغاية دلوقتي في حاجات كتير غامضة مش عارفينها في الكون بدأ ازاي، اللحظات الأولى بتاعته قبل الانفجار العظيم بعد الانفجار العظيم، وضحنا أمور كتير قبل كده والعالم كله وضح أمور كتير، لكن في مازال غموض في الموضوع، أي أن رؤيتنا لا يمكنها إيه أن
تمتد إلى